أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ظهرت بالأردن إحدى القنوات الفضائية تسمى بقناة الأثر، وأصحابها يقولون أن فضيلتكم قد زكاهم في هذا القناة، فهل هذا صحيح؟ والله لا أعرفهم ولا أعرف القنوات كلها، نعم، لكن الكذب اليوم ما يكلف على هؤلاء، يلصقون الكذب ويفترون الكذب والعياذ بالله، ولا يستحيون ولا يخافون من الله عز وجل، نعم.